عايز اسالك على الثوره السوريه، ايه رايك في الايري؟ هي ثوره ايري بسوريا ولا تونس ولا بطيخه؟ لا في سوريا تحديدا. ثوره انت ايري انت كانسان سوري عايش في اوروبا، ثوره ايري يا دول. كيف المخرج من الازمه؟ اي مخرج في تواليت يا ابني. الالمان بيقول لك هاي البلاد ما لا يجوز ديمقراطيه فيها. لاننا متعودين على الدكتاتور. واحد يضرب الثاني عشائر. تعمل ديمقراطيه؟ طب يعني ما فيش امل في الديمقراطيه؟ ما فيش امل. اي امل؟ بس الناس قالت ام كلثوم. قالت ام كلثوم حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ ايه. طب وبعدين يعني الناس ايه اللي جاي تقول عليه؟ الناس هتفضل تموت كده كل يوم، ايه الحل؟ كيف عشان يعيشوا دول اوروبيين؟ نخرج ازاي من المشكله؟ نخرج؟ ما نخرج، نموت. الباب مسكر كل يوم، نفضل الناس تموت؟ مش معقول. كل يوم حتى دول يعيشوا عندهم الاي باي ولا شو اسمه هذا اللي طلع 38 دولار يورو. فيسبوك. الفيسبوك. لكن انت بتؤيد صدام، بتؤيد بشار الاسد 100% 100%. يعني مش شايف ان هو مش شايف ان هو ظالم ولا حاكم ظالم؟ بشار ظالم. اتركوا بشار. اشرف عربي هذا بشار. ازاي بس الناس اللي بتموت؟ كسام اللي ما بحب بشار. سوري دونت وري. انا بحكي لك بالانجليزي تلحق. ايوه مو الك. ايوه عارف.